عادي شنو طبيعته انا قاعد بكوفي ايدي وانا اخليها تدري اسمي الحمد لله عزيزه ما ابني بقدك والله الولد والبنيه فاهمين واعين يحلون مشاكلهم بيناتهم ويحاولون المشكله تكون بيناتهم ما تطلع برا البيت اصلا اي عادي هي هاي بحارات الحياه لا شلون لازم حارات اذا ما وصل الحل لازم يدخل طرف ثالث والطرف الثالث لازم يسال الطرفين حتى يعرف المشكله وين عقليه الزوجه احنا دائما نقول صغير بس الرجال تفكيره وعقله هو يكسب الزوجه دائما الطرف الثالث راح يتحرر بالاخص بين المتزوجين او وين واحد يحب الثاني اختصرها امي واهلي وكل شيء بسم الله الرحمن الرحيم هن لباس لكم وانتم لباس لهن صدق الله العظيم والله هو هذا صحيح الوصف كل شيء يقولوا بالديانه بالكتب وبالديانه هو كله صحيح جمله لك يعني في حال اذا كنت ساهي بشيء صحتنا مختصر مفيد والستر هو مو شرط يعني الملابس او الهاي ستر بالمشاكل بالامور الحياه واحد يكمل الثاني فهاي كل الامور فهم يعني اثنيناتهم واحد يكمل الثاني واحد يستر الثاني، واحد يعوض الثاني. بنت زينة وتلبس تلبس تزوجها ما تلبس للعالم في المظهر الخارجي. طبعاً طبعاً هذا الشيء ما تطلع لأنه هاي قضية أسرار يعني أمور أسرار هذه ما تطلع نهائياً. ماكو إنسان ما حد يستره بس اللباس بالنتيجة يعني. فالتشبيه جداً دقيق ورائع.